ولمناقشة هذا الموضوع نستضيف معنا في الاستوديو مدير برامج الشرق الأوسط بالمعهد الأمريكي للسلام سرهنج حماسعيد. أهلا بك معنا في هذه النشرة. حزمة من العقوبات الجديدة، لماذا تفرض واشنطن العقوبات بشكل تدريجي؟ لماذا لا تفرضها يعني دفعة واحدة؟ نعم، العقوبات الجديدة هي جزء من استراتيجية الولايات المتحدة للضغط على ازدياد الضغط على إيران للجلوس إلى طاولة المفاوضات والتعامل مع الملفات الموجودة، الملف النووي والملف البالستي، الصواريخ البالستية والدور الإيراني في المنطقة. السبب هو الولايات المتحدة يعني في التدريج هي تصعد من خطواتها بناء على حسابات مدى تأثير العقوبات في كل مرحلة على النظام الإيراني، وتستخدمها كعقوبات وكتصعيد باتجاه السلوك الإيراني. ف يعني في هذه حسابات سياسية. طيب، إدارة يعني الولايات المتحدة دائما ما تسعى إلى تغيير سلوك النظام الإيراني، يعني ومع هذه العقوبات حتى الآن لم تحقق أهدافه، هذا ما أكد عليه وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو عندما قال إن إيران لا تزال بؤرة إرهاب. هل تعتقد أن تزايد عداد العقوبات سيؤثر في نهاية المطاف على السلوك الإيراني، وبالتالي سيقلص من قدرة إيران في دعم وكلائها في المنطقة؟ هذا الجواب على هذا السؤال مفتوح، لأن ما نعرفه الآن أنه العقوبات الأمريكية بوادر الألم موجودة في الاقتصاد الإيراني، في على النظام الإيراني وعلى المواطنين الإيرانيين من حيث التأثير على العملة وخلاء الأشياء، وأيضا بوادرها موجودة على الأطراف التي تتعامل معها إيران في المنطقة لأنه نقص الموارد المادية الموجودة. فهذه العقوبات الاقتصادية وتأثيرها كسياسة الولايات المتحدة لن تكون آنية في تغيير السلوك. إيران بلد معروف عنها أنها تحملت الحصار في الثمانينات، وأيضا معروف عنها أنها وسائلها الاقتصادية يمكن أكثر من بعض دول المنطقة بحيث تجعلها تقدر أن تتحمل. وفي أنباء أيضا أنه في وعود من قوى كبيرة مثل الصين وروسيا، وعدوا إيران بأنها لن يسمحوا بأن تغرق إيران اقتصاديا. فعامل الوقت مفتوح، لأنه إيران لها مواردها تتحمل إلى بعض الشيء، لكن لا نعرف هل سيكون التحمل الإيراني لشهور أو لسنين. أتصور سيحاولون التعامل مع الوقت إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية إذا أمكن، لكن ازدياد الضغط على الاقتصاد الإيراني وعلى النظام الإيراني ممكن أن يدفع بهم إلى الدخول في عملية الحوار قبل هذا التوقيت، لكن الدخول في الحوار أيضا لا يضمن أنه راح سيكون في تغيير بهالسلوك. نعم، طيب، في مقابل هذه العقوبات شهدنا جملة من الإعفاءات لمشاريع، وأمريكا سمحت لشركات أجنبية بمواصلة العمل. هذه الإعفاءات لا تتعارض مع العقوبات في الظاهر؟ نعم، يعني الولايات المتحدة تحاول أن توصل الرسالة إلى الشعب الإيراني بأنه الهدف ليس هم المقصودين بالضغط على النظام الإيراني، والهدف بالضغط على النظام الإيراني في نهاية المطاف لو غيرت النظام الإيراني يعني وجهتها من عدم الصرف على البرامج النووية والأسلحة البالستية وكلاء خارج حدودها، هذه الموارد ستعود بالمنفعة للشعب الإيراني. فالولايات المتحدة لا تريد أن تخسر الشعب الإيراني وينتقل القضية. هذا يؤكد كلام براين هوك عندما قال أن هذه الاستراتيجية هي لصالح الشعب الإيراني. هكذا هم يريدون أن يوصلوا الرسالة، لكن يجب أن أيضا نرى إلى من وجهة نظر المواطن الإيراني، إذا تأثر حياته في مرحلة ما لن يلوم النظام. التجربة العراق في موضوع الحصار أيضا
يعني يعطينا دروس بأنه العقوبات الاقتصادية ممكن تؤثر على النظام إلى حد معين فقط، الناس يكونون تحت الضغط. فهذه الرسالة ممكن أن ينقلها الجانب الأمريكي، لكن ليس بالضرورة يستلمها إيجابا الشعب الإيراني. السيد سرهنج حماسعيد مدير برامج الشرق الأوسط بالمعهد الأمريكي للسلام، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا.